اعمل حط الام تحت رجلي بالضبط بس ما تخليه احمر. يلا تحت رجلي بالضبط بس ما تخليه احمر. يلا ارفع الام لفوق. فكيت فكير مقطعنا اليوم في الخنزرة مقطعنا بقرة بربرجي. من هذا؟ سلام عليك. عليكم السلام، كيفك يا اخوي؟ الحمد لله. ليش جايبني؟ انا قاعد اصور. جايبك عشان ثلاث شغلات. الشغله الاولى اني صرت اعرف اصرخ داخل الله. ويش؟ خلاص اوكي يلا الشغله الثانيه. بدك ابوسك؟ هاي بوس. ما تبوس. لا عليك، خلاص انا اسف. الشغلة الثانية، مثل ما انت علمتني كيف اكون من اكبر بربرجي داخل اللعبة، عرفت؟ انا اليوم بدي اعلمك كيف تكون من احسن الناس اللي بتجيب هيتشوت داخل لعبة فري فاير. والله ما صارت يا زين. تعال يا غبي، تعال على السكواد. اوكي تعال. انت اول اشي انسان حمار، تمام لازم تاخذ بالنصيحة على طول. تمام. يلا قول من ورا. قول انا حمار. قول انا غبي. قول انا بكره دراجونوف. انا عملت ايه؟ دراجونوف مو انا بس. يلا خلنا نقول انا اكره زيه. اخرط عطيه يا غبي. مشان هذا خلاص هي لا تحطها بالمقطع عشان دراجونوف ما يعاقبنا. تمام. يلا يا شباب، هذه هدية لعيون زين. انا حمار، انا غبي، انا بكره دراجونوف. انا بدي اخليك اليوم لما تشوف دراجونوف قدام نص راسه تفجر راسه تفجر تمسخها هيك. اعطيك مثال. تمام. علمني. حط ريدي، خلينا ندخل على التدريب. يلا. تعال خلينا نشتري سلاح من هان. اشتري سلاح لدراجونوف. دراجونوف عشان دراجونوف صح؟ ايوه، عشان ايش؟ نقتل دراجونوف. شايف هذا؟ شايف هذا اللي قدامنا آدم هذا؟ تعال بسرعة. شايف هذا آدم اللي قدامنا؟ ظلك اقتل فيه لما يطلع صوت من جواته من قلب الحنجرة تبعته، يصير يقول لك إبراهيم الحقني. إبراهيم ارحمني يعني. أوكي. إبراهيم ارحمني. استنى. اوكي تمام. مش اصفر يا حمار، اعتبره دراجونوف بس اضربه على راسه، يعني حط الايم على راسه وظلك اضرب هيتشوت. لا تلقط هيتشوت ولك بالدراجونوف. كيف امسك سلاح الدراجونوف وحط السكوب على راسه وظلك اضرب. ظلك ياك، كل ما يقوم يظل يوقع لحاله. ايوه كل ما يقوم لحاله يظل يتجدد، عرفت؟ ايوه. طلع صوت ابراهيم ارحمني. ارحمني يا حمار. انت وين بتطخ فوق؟ اضرب دراجونوف. الشخصيه هاي فقط هيد شوت. هذا الدراجونوف بدي مبطح عليه. يلا اقتله على السريع وانا منبطح. يا حمار يا حمار قوم. اقتل يا حمار. يا بدي اطلع انا، خلص بدي اروح. تعال. اوكي لا تجلطني مثل ما جلطتني قبل. رد علي. المعلومه اليوم بكيلو ذهب، لازم تسمع كلامي ولا بتوقع فينا البلاط اللي انا واقفين عليها انا وياك، احنا الاثنين، وبنروح فيها تحت الطبقات السفلى بفري فاير. امسك سلاح الدراجونوف، افتح سكوب على راسه. ها، حط الايم على منخاره. هو مشلح. يلا جو. ايوه يلا، على راسه هو يا حمار. هان 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 هان, هان, هان. على راس هذه الشخصية. A few moments later. احمر على راسه. على راسه. طريقة زفت. اطلع وريني ايش ينفع. على راس يا انا بدي ابطل تعلمك انا، خلص. اسمع زين، اسمعني يا حمار. نعم. بما انك بدك تعلمني هيت شوت، لازم انت تكون اصلا تعرف تعمل هيت شوت، فاهم كيف؟ يعني تاخد الشيء لا يعطيه. انا مخنزر علمتك كيف تعمل خنزرة، فانت الحين ايش بدك؟ لازم تعطيني هيت شوت عشان تعلمني الهيت شوت. بلعب ضدك بشرط واحد، انت نفسك ما تجلدني ولا مرة اصفر. حاول حتى لو ما قتلتني هيت شوت. حاول. مش تجيب شوتجن وتبربر عرضي وبعديها تنام فوقيه. بحاول. أيوة. محاول النار. قلبي. قوة الموضوع ايش؟ اني بكلان دراجونوف صح؟ انا وبكلان في السيرفر. نعم. لا يترد جدي يا عم.
المشكلة أنا ما لعبش حرب الرابطة زي العرصة، حاطني في سكواد، حاطني في الكلان ولا فايدة مني، بس باخذ أنا راح أصنع منك إنسان يضرب الهيد شوت، لما من كثر الهيد شوتات راح تصير تقول مثلي جر جر. عود عود بديك كل جر. ايوه بعدين لقدام راح تصير عندك اغنيه مثل ما انا عامل، يعني راح تصير تقول 3-2-1 خنوزه العب واحد، يلا يلا 3-2-1 زين انا واحد. اعمل اعمل روم اعمل، انت ما في منك امل نهائيا. حاليا العب فقط هيت شوت، لا تبربر. وعدك هيت شوت قسما بايات الله اذا بتبربر لا اطلع لك على تونس وامسكك وانا انبطح فوقك. شو اشتريت اسلحه؟ بربر وشدن طويل شدن طويل. شفت كيف؟ شفت هذه هي قوه الهيد شوت. شوف جررر. يا حمار شو بتسوي؟ قلت لك العب وان شوت مش وان شوت. وان شوت كلش احمر كلش احمر. يا غبي كيف بدي اعطيك عدادات؟ يلا خذ لك خذ لك خذ لك، هي انا بعطيك عدادات نار. كيف بدك تقتل؟ كيف بدك تقتلني؟ مامي كريستيانو والله اذا بتلعب كمان مره قنابل والله بطلع من الرن. لا 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 وعدك وعدك اني مرمي قنابل. لا تلعب قنابل وما تلعب اصفر، قلت لك العب فقط هيد شوت. يا عمي يا معش بدك شيل هيد شوت هذا كله ما اسمع 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 امسك فقط سلاح واحد تمام. يلا ايش نسر صحراء فقط نسر صحراء. يا زين هعلمك حركه حتى كمان يعني المتابعين اذا بشوفوا المقطع عن جد راح يتعلموا هاي الحركه، خليهم يكتبوا لك بالتعليقات اذا هاي الحركه صحيحه او لا تمام. لا استنى استنى تعال اسمع اعتبرني اعتبرني انا دراجونوف تمام. امسك نسر الصحراء اها اعمل حط الايم تحت رجلي بالضبط بس ما تخليه احمر. يلا تحت رجلي بالضبط بس ما تخليه احمر. يلا ارفع الايم لفوق. تمام هاي اول خطوه اني علمتك شو السر تبع الهيد شوت تمام. تمام تمام السر انك تحط الايم تحت الشخص بس ما يكون الايم احمر وترفع الايم وارفع ارفع بوم هيد شوت بوم جر هيد شوت جر هيد شوت جر هيد شوت جر جر. روح هناك روح هناك روح 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 بس يلا الايم بنسر صحراء او سلاح النقار تحت راسي. ارفع الايم لفوق يلا. لا مش بالسنايبر مش بالسنايبر. يا بنت علي بدك تتعلم ولا لا؟ بدك تتعلم ولا لا؟ هي كانت شهوة فيني الداخل، بدي اخرج شهوتي بعدين. يلا طب قول لي بدك تخرج شهوتك. يلا تعال بدي انبطح عليك. يلا يلا عندي هالساعات هالمرة بدي اعلمك حركة جديدة تعال. يلا علمني 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 سيدي. يلا 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 شو بتسوي عند الدروب تعال. يلا هات هات وريني تعال تعال. لا توثق بأي شخص داخل الروم نهائيا. سيد نعم قارينا بندتني في آخر جولة طلعوك من الروم؟ لا لا أنا لساتني في الروم بس لما أنت قلت لي تعال أكلت كوبي رايت وأنا في الطريق. هذه بداية الاحتراف. نعم نعم تعال تعال بديك كوبي رايت. تعال أعطيني كوبي رايت تعال أعطيني كوبي رايت أعطيني كوبي رايت أعطيني. شفت كيف؟ هذه هيد شوت بس بدون ما تنبطح بتقعد هيك فوقي بس. أنت تتأخر علي. زين قلت لك علمني مو تتعلم علي. بدي اعطيك اعداداتي، اعداداتي انا ما بعطيهم لاي شخص نهائيا عرفت؟ عن جد؟ يعني حتى اوف منك طلبني اعداداتي اعطيته اياهم غلط، سويتهم غلط وصورت له اياهم وعطيته اياهم غلط. اسمع عبود تسمعوا؟ تم فضحي بالنجاح. لا 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 يا زين يا زين تعال. خلاص نعم. شوف شوف بدي احكي لك شغله. شو النتيجه هالساعات 5-4 صح؟ اذا بتقتلني مرتين بهاي الروم هيد شوت الك مني حسابي. ولك اطلع. لا الزون سكر اطلع. اخذني اخسر حساب. فوت انت قلت لك لازم تقتلني هيد شوت هسه راح بقتل حالي يعني رايح اقتل حالي بالزون رايح اقتل حالي بالزون. لا انت استسلمت يعني رح تاكل. يلا خلي تروح منك جوله. ها ضايل جوله واحده. انا جيت انا جيت انا جيت انا جيت اعتزني عند الزون هاني انا جيت. يلا هيد شوت يا حمار هيد شوت يا حمار
هاي راحت عليك راحت عليك. اسمع هاي اخر مره اخر مره. طب اخر مره بس بسلاح نسر الصحراء. يلا بس بنسر الصحراء. ما تشرط على جدي بدي اسوي لك قرد. هذا حسابي هذا مش حسابك. لازم اتفكر. حط الايم تحت ابيض وارفعه ابيض وارفعه. اوكي تحت ابيض وارفعه. انت تبربر جدي وتعلمني هيتشات كيف. لا 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 من الستة. يا رب تقتلني اسفل. يلا زين سين ارجوك سين ارجوك يا قلب. يا خرا شنو هذا؟ اسمع 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 اسمع. هسه حسابي كمان مع دراجونوف عرفت؟ بس انا بقدر ادخل على الحساب عرفت؟ ولكن بشرط انك تنزل مقطع كامل على قناتك تلعب جيم بلاي كامل وعلى الاقل بنفس الجيم بلاي تقتل 10 اشخاص هيد شوت وراح اخذه كليا للابد. لا مش كليا. انت شو مفكرني سمردح بعطيك شيء لله؟ انا شو بعطيك اياه لمده يوم كامل؟ بترسل لحالك جواهر هدايا تخنزر فيه تحلف الاصدقاء او بعطيك حساب دراجونوف. تقول لا نو نزل التحدي اول شيء على قناتك واذا هذا التحدي انا بشوفه ظابط لك مني هديه مرتبه. كم اللايك خلاص يا اخوان اشتركوا بقناه اكحل خلينا نوصل هذا المقطع اقل شيء 50,000 لايك تمام. يا زين عمره وصل عندك 50,000 لايك؟ لا ما تقريبا لا ولا 5,000 لايك.